فكرة الشير ستريس الأساسية إنه لو عندي قطعة من مادة معدنية والقطعة هاي اجيت بدي اقصها بهذا الشكل، ما اجيت حاولت امسكها هيك، لو حاولت امسك القطعة هاي واشدها بهذا الشكل طبعا ممكن اضل ازيد عليها الفورس، عند لحظة معينة شو بصير؟ بزيد ستريس على الكروس سكشنال اريا هذا، بس ايش نوعه هذا الستريس؟ ايش اسمه هذا ستريس اللي هون؟ لو انا مسكته هيك نعم اكسل ايش تنسايل سترينث اسمه؟ تنسايل هذا تنسايل سترينث، لو ضغطها كومبرسيف ستريس، فلما يكون انا عمودي على هاي الاريا من هون بكون تنسايل او كومبرسيف ستريس، وممكن اكسر هاي القطعه بهاي الطريقه، يعني ممكن ابدا اشد بشد بشد، شو بيصير في النهايه؟ ستريس بزيد عند نقطه معينه هون بوصل لدرجه انه بتصير هاي بتبطل الالاستيك مش هيك؟ وبتتمدد وبعدين بصير في عندي فيلير في الماده، بس هذا هون تنسايل او كومبرسيف ستريس، بس انا ممكن اقص هاي القطعه بطريقه مختلفه، مش بقدر اجيب انا مقص ادخل على المصنع، خلينا نحط هذه بلون مختلف، بدخل على مصنع وبجيب مقص قاطع، والقاطع هذا حاد بيكون من هون، وباجي بنزل بضغط على القطعه هاي بهذا الشكل في مصنع هيدروليك، عندي مكبس في مكبس بدي اقص شيتس معينه، بدخل الشيت بنزل المقص هذا على القطعة هاي وبدي اقصها من هون، مين اللي بقاومه؟ ايش الاريا اللي بتقاومه؟ كل الاريا هاي بتقاومه، بس هو هلا بارلل لهي لانه عم بحاول اقصها بطريقة مختلفة، عم بحاول يقطع القطعة هاي بطريقة مختلفة، وكل ما كانت هذه ثيك أكثر مش رح يلاقي صعوبة أكثر في قطعها؟ فهون الستريس اللي رح يتكون بنسميه شير ستريس. فالشير ستريس من هون هو بنفس اتجاه او موازي لهي الاريا اللي موجوده هون، وهيك بنقص كثير قطع، بدخل على مصنع عندك بيجيك صاج او بيجي خشب او شيء، بدخل على بدخلها على الاله وبتنزل المكبس هذا، المكبس اللي هون اللي عليه الشفره هاي العريضه، والشفره بتقص الماده هاي، واذا بدي احسب لازم اعرف انه عندي الماده هاي، بدي اعرف قديش الكاركترستكس تبعتها بحيث انه بالنسبه للاريا هاي اطلع شير ستريس مناسب انه يقص القطع هذه اللي موجوده هون. طب هذا شو علاقته هون؟ له علاقه لانه اللي هون اللي عماله بيحاول هاي الفورس، بقدرش اخذ هاي الفورس بمعزل عن ايش؟ بمعزل عن الاريا اللي عمالها بتشتغل عليها. فاذا انا حاطط فورس على اريا صغيره مش زي لما بحط فورس على اريا كبيره، للبليت اللي فوق هاي لها اريا من هون، هذا رح يتكون عندي في المنطقه هاي شير ستريس. الشير ستريس لاحظوا نفس الفكره اللي موجوده هون، في عندي اريا هون وانا عمالي بحط فورس والفورس عمالها بتشتغل على هاي الاريا، تخيلوا هاي انها هون بليت ولها اريا A بالازرق. فانا هون اذا بدي احسب قديش الشير ستريس اللي موجود عند هذا الليكويد على سطح الليكويد من فوق، ايش بعمل؟ بقسم الفورس اللي انا حطيتها على الاريا اللي موجوده هون. ايش وحده الشير ستريس او ستريس بشكل عام؟ باسكال، اللي هي نفس وحده لانها فورس على اريا، فبقسم على اريا. فما بصير اجي اقارن بحالي احط بليت كبيره والسليك والثاني احط بليت صغيره واحط نفس الفورس واقول هدول زي بعض، مش رح يتكون شير ستريس اعلى كل ما كانت الاريا هاي اصغر، او اذا كانت الاريا اكبر رح يصير الشير ستريس اقل. اذا اللي بدي اقارنه هو الان الشير ستريس، رح نرمز له بالرمز تاو هو بيساوي اف على اي. اذا الانبوت اللي انا مدخله من برا حتى يكون دقيق واكون عادل لازم اقسم اف على الاريا من هون، هي الشير ستريس اللي حطيته هون، وهو الان اللي عماله بحرك الليكويد هذا، بيعمل صفيحه من هون بتتحرك بسرعه عاليه واللي تحتها بتمشي بسرعه اقل، وفي النهايه هدول بيمشوا زيرو سبيد اللي هون. فلاحظوا الليكويد عماله بيمشي على سرعات صفر هون، اعلى اعلى اعلى. مين اللي سبب كل هاي الحركه؟ هي الفورس، بس مش بس الفورس، لازم حتى اكون عادل بقول الفورس على الاريا اعطتني شير ستريس على هذا الليكويد اللي موجود هون.